أقوى من فيتامين إي اللي فيتامين ها بالعربي 10 مرات في مضادة الأكسدة مادة اللايكوبين اللي مليانة منها هذه، بينما لو خذنا الصفرة هذه لا ما فيها لايكوبين كثير. طبعا اللايكوبين هو المسؤول عن اللون الأحمر في الطماطم وفي الخضرات والفواكه بشكل عام، اللون الأحمر هو لايكوبين وهو من أقوى مضادات الأكسدة، ممتاز جدا. وقلنا مضاد أكسدة يعني يحمي من السرطانات وأمراض القلب والشيخوخة وإلى آخره. نجي مثلا على الطماطم، الطماطم هذه شوف لونها كيف، هذه ترى ما يصلح لا تشتريها، لكن شوف هذه داكنة جدا، هنا فرق كبير، هنا مليئة بمضادات الأكسدة أكثر. نجي مثلا على هذا، هذا اللي مليء جدا بفيتامين سي، شوف هذه اللي تحت، شوف كيف لونها هذه. طيب وشوف هذه، ناخذ زي كذا اوكي. حتى في الليمون شوف هذه مخضرة، لان هذه طبيعتها تكون صفراء، هذه وهذه، هذه افضل اوكي. على سبيل المثال الطماطم هذه الغامقة مليئة بمضاد الأكسدة لايكوبين، اللايكوبين من أقوى مضادات الأكسدة والتي تقدر بأنها أقوى من فيتامين إي اللي فيتامين ها بالعربي 10 مرات في مضادة الأكسدة مادة اللايكوبين اللي مليانة منها هذه، بينما لو خذنا الصفرة هذه لا ما فيها لايكوبين كثير. طبعا اللايكوبين هو المسؤول عن اللون الأحمر في الطماطم وفي الخضرات والفواكه بشكل عام، اللون الأحمر هو لايكوبين حتى في الفراولة وإلى آخره، وهو من أقوى مضادات الأكسدة، ممتاز جدا. وقلنا مضاد أكسدة يعني يحمي من السرطانات وأمراض القلب والشيخوخة وإلى آخره.